بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، مرحبا بكم في درس تفسير الإمام النسفي في سورة المجادلة. ما زال الحديث موصولا حول آيات السورة الكريمة، ووصلنا إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قبل ما أبدأ في الأسئلة أو في يعني الشرح، هل لديكم أسئلة واستفسارات أو ملاحظات أو طلبات، يعني تريدون أن نحسن من الأداء، أن نحسن من الإلقاء، أن نحسن من التحضير، أم ماذا؟ هل لديكم؟ طيب، أشكركم على يعني السكوت، لأن السكوت يعني توفيق من الله. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم. الشيخ ابن الإمام أبو البركات الشيخ الإمام النسفي يقول: يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم. الله، كلمة بألسنتهم هذا يعطيك ماذا يا ابني؟ يعطيك دلالة على أن الآية هنا خطاب للمنافقين. خطاب لمن؟ للمنافقين. يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم، ولذلك يقول بألسنتهم، وهو خطاب للمنافقين، أي يا أيها الذين آمنوا بزعمهم. بزعمهم، ده القول الأول. طيب، والقول الثاني يا أستاذ؟ القول الثاني هو الأرجح، أن المراد يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين جميعا، بدليل أن الشيخ يقول والظاهر. يبقى كلمة والظاهر دليل على ترجيح القول الثاني، أنه خطاب لجميع المؤمنين. طب إذا كان خطاب لجميع المؤمنين الصادقين وغير الصادقين، ما القصد من هذا النداء يا أستاذ؟ القصد منه الزجر والتنفير من فعل اليهود. القصد منه إيه حضرات؟ الزجر والتنفير من فعل اليهود. هم فعل اليهود إيه؟ في الآية رقم 7 اقرأها: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله وهكذا. إذن يا أيها الذين آمنوا، الخطاب هنا قيل للمنافقين أي بألسنتهم، أي يا أيها الذين آمنوا بزعمهم. لكن الظاهر والراجح أن يا أيها الذين آمنوا هنا خطاب لجميع المؤمنين، والقصد منه الزجر والتنفير من فعل اليهود اللي في الآية اللي قبلها. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم. قلنا في المحاضرة السابقة ما الفرق بين إذا الشرطية وإن الشرطية؟ أجبتم ما شاء الله، بأحييكم، أن إذا بتدخل على الشيء المتحقق من وقوعه وكثير الوقوع. طب إن تدخل على الشيء المشكوك في وقوعه والنادر الوقوع. أنت كده جلست وآذيت وآنيت. اجلس هنا بعد إذنك، هنا معلش، هنا هو، هنا هو، تعال هنا. أشكرك يا بني، أشكرك، أشكرك. اجلس. أيوة، فرح الأستاذ هنا. تعال كده شوية، شوية كده، شوية كده. أي أنت هي بس، أي بس، بس كده، بس كفى، كفى. فنقول يا حضرات أن إذا تدخل على الشيء المتحقق من وقوعه وكثير الوقوع،
إذا قمتم إلى الصلاة، بأتحقق من دخول الوقت وكثيرا ما أصلي، ولا هصلي على سطر وأترك سطر، لا أصلي على طول، حافظ على الصلاة. طب ما إن تدخل على الشيء المشكوك في وقوعه ونادر يعني قليل الوقوع، وإن كنتم جنبا في التيمم، شوف يقول وإن ما قالش وإذا، وإن كنتم جنبا فالطهر، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن في الوضوء يقول إذا، والتيمم يقول إيه؟ إن. تمام كده. فهنا يقول إذا تناجيتم. ما معنى التناجي يا حضرات؟ حديث السر، حديث التسارر بالكلام. إذا تناجيتم فلا تتناجوا، انظر إلى النهي. إذن هنا في تأديب، إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. واضح هو الكذب والظلم ومعصية الرسول، يبقى الإثم والعدوان يعني إيه؟ الكذب والظلم ومعصية الرسول، أي فلا تتشبهوا باليهود والمنافقين في تناجيهم بالشر، أو كذب ظلم ومعصية الرسول. وانتقلوا من ذلك، لا صير جزاكم الله خير يا بنتي، وانتقلوا من ذلك إلى التناجي بالبر. معنى البر كل معروف، معنى البر إيه حضرات؟ كل معروف. ولذلك لما تقرأ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من داركم أن تبروهم، البر كلمة واسعة. فهنا يقول وتناجوا بالبر، بأداء الفرائض، بالطاعات، بفعل ما كل ما هو معروف. يبقى تناجوا بالفرائض، طاعات. ايه هي الطاعات يا استاذ؟ كل امر فيه طاعه لله يا ابني. ولذلك لما تقرا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، امنوا وعملوا الصالحات، ايه الصالحات يا استاذ؟ كل ما فيه قرب الى الله عز وجل. طيب والتقوى، انظر يا ابني بالبر والتقوى. التقوى كل ما فيه وقايه من عذاب الله، معنى التقوى كل ما فيه وقايه من عذاب الله، يعني اجعل بينك وبين عذاب الله حماية، وقاية، مجن. انظر إلى الفارس أو المحارب عندما يأخذ مجنا، هو المجن كما قال سيدنا النبي الصيام جنة يعني وقاية. فهنا التقوى ترك المعاصي بالعفاف عما نهى الله، بالعفاف خلاص جعلت بينك وبين عذاب الله وقاية. ثم يكون تذليل الآية، شوف تأمل يا ابني، تقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. انظر إلى تذليل الآية الكريمة، واتقوا الله، مع أن الآية حثت البر كمان التقوى، يقول واتقوا. إذن التذليل هو أن تختم الآية الكريمة بكلمة أو معنى ذكرت في الآية. إذن عندي كلمة التقوى واتقوا الله، ما سر التعبير بلفظ الألوهية؟ قلنا أكثر من مرة عندما ترى التعبير بلفظ الألوهية لتربية المهابة في النفس، تربية المهابة، الخوف من الله. واتقوا الله الذي إليه تحشرون للحساب، فيجازيكم على أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يجازيكم بما تتناجون به من خير أو شر أو غير ذلك. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. تأمل هنا أسلوب تقرير يا حضرات، لم يقل واتقوا الله تحشرون إليه، واتقوا الله تحشرون إليه، لا الذي. فساعة أن ترى كلمة الذي إليه، هو الذي، ده اسمه أسلوب تقرير، اسمه أسلوب إيه يا حضرات؟ تقرير. هو الذي، الحمد لله الذي، ده اسمه أسلوب تقرير، كما تتقرأه كثيرا في سورة الأنعام، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. يبقى بدأها بالتقرير الحمد لله، ونهاها بالتقرير، وما بين التقرير والتقرير يأتي أيضا أسلوب التلقين، لما يقول
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، قل أغير الله أبغي ربا، قل ده اسمه أسلوب تلقين. ساعة أن ترى قل ده اسمه أسلوب تلقين، ساعة أن ترى الاسم الموصول ده اسمه أسلوب تقرير، اسمه أسلوب إيه؟ تقرير. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى أسلوب قصر وحصر، أداة إنما. إنما النجوى، قلنا النجوى اللي هو الحديث السر. طب والألف واللام هنا؟ إنما النجوى المعهودة بالإثم والعدوان، إنما النجوى المعهودة بالمعصية، إنما النجوى من الشيطان. يعني إيه من الشيطان يا أستاذ؟ عندك الشيخ المفسر أبو البركات يقول إيه؟ من تزيينه. يبقى حديث السر بينك وبين زميلك، يبقى إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر دون الثالث، حتى لا يظن أنكم تتآمرون عليه أو لا تحزنوا قلبه. لا، الركب المسافر شيطان، أو الركب شيطان، الراكبان شيطانان، الثلاثة ركب، وانتوا ثلاثة لا يتناجى اثنان دون الآخر. انظر إلى أدب الإسلام، وأنه يريد أن يكون هناك تعاون، لا يكون هناك فرقة. يبقى إذن إنما النجوى من الشيطان، أي من تزيينه لا من غيره. كما تقرأ في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات. من اللي زين؟ الشيطان. وقد يكون المزين هو الله. زين للناس حب الشهوات. فهنا إنما النجوى من الشيطان، كلام هنا محذوف، أي من تزيينه ليحزن، أي الشيطان، وفي قراءة ليحزن، وهما قراءتان سبعيتان. فعندك بضم الياء يقول نافع المدني، نافع المدني بيقرأ بضم الياء ليحزن، ليحزن. إذن بفتح الياء وضم الزاي ليحزن، والقراءة الثانية بضم الياء وكسر الزاي ليحزن، والقراءتان سبعيتان يا حضرات. طيب لو قرأناها بفتح الياء اللي هي قراءة العامة ليحزن، بفتح الياء ليحزن، من حزن، طب والموصول ليحزن الذين دفاعل، الذين دفاعل. طيب ولو قرأناها بضم الياء ليحزن وكسر الزاي من أحزنه، طب والموصول يكون مفعولا. هكاتان قراءتان، يبقى على قراءة ضم الياء وكسر الزاي الموصول هيبقى مفعول، وعلى قراءة فتح الياء لياء وضم الزاي ليحزن يكون الاسم الموصول فاعل. انظر إلى القراءتان سبعيتان، والقراءة بمنزلة الآية من الآية، كأن الآية نزلت مرتين، كأن الآية حضرت إيه؟ نزلت مرتان أو مرتين، كل كلمة وكل قراءة سبعية أعطت معنى. ليحزن بضم الياء، ليحزن أو ليحزن بضم الياء وكسر الزاي، خلاص عرفنا القراءات. ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم، وليس بضارهم شيئا، أي ليس الشيطان وليس الحزن بضارهم شيئا، شيئا أي شيء حتى وإن كان يسير، إلا بإذن الله، بأمر الله، مشيئة الله، بقدرة الله. يبقى إذن لما تقرأ إلا بإذن الله، أي بعلمه، بقضائه، بقدره، بمشيئته، بأمره،
فكل ما في الكون بأمر الله، بمشيئة الله، بقضاء الله، بعلم الله سبحانه وتعالى، كما تقرأها في سورة البقرة، ها، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، السحر هناك وكذا. إذن إذا كنت في معية الله كان الله معك. وما هم بضارين، اللي هم من؟ الشيطان أو الحزن. وما هم بضار، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. ثم تأتي الآية التي تبين كمال التوكل والاعتماد على الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون يكلون أمرهم إلى الله عز وجل، يستعيذون بالله من الشيطان. خلاص، عندما تخرج من البيت وتقول بسم الله، توكلت على الله، اعتصمت بالله، آمنت بالله، تنحت عنك الشياطين، وقيل لك هديت وكفيت ووقيت. ليه؟ لأنك توكلت على الله ولم تتوكل على شيء، على أحد غير الله سبحانه وتعالى. وعلى الله، انظر إلى الأسلوب الجميل اللي فيه حصر وقصر بتقديم الجر والمجرور، لم يقل المؤمنون يتوكلون على الله، لا، وإنما قال وعلى الله، يعني اجعلوا دائما أيها المؤمنون واحصروا واقصروا توكلكم على الله، لا تتوكلون على عقولكم، ولا تتوكلون على أموالكم، ولا تتوكلون على علمكم، ولا تتوكلون على جاهكم. فمن توكل على عقله ضل، لو من اعتمد، يعني توكل يعني اعتمد، من اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على جاهه ذل، ومن اعتمد على الله لا ضل ولا قل ولا ذل. وعلى الله ده اسمه أسلوب إيه يا أستاذ؟ حصر وقصر، أداته إيه؟ تقديم الجر والمجرور. طيب، وعلى الله فليتوكل المؤمنون يكلون أمرهم إلى الله، يستعيذون بالله من الشيطان الرجيم. ثم يأتي النداء، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، إذا، خلاص خدها قاعدة طبقها على أي، أو إذا قيل لكم تفسحوا، أي مجلس، مجلس علم، مجلس يعني عرس، مجلس جهاد، أي مجلس فيه منفعة، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. يعني طب ما أنت قلت للأستاذ يعني لا يجلس هو هكذا لأنه جاء متأخرا، ها؟ رأيت الرجل الذي جاء في صلاة الجمعة والنبي يخطب، فقال له لقد آنيت وآذيت، أنيت تأخرت وآذيت من جاء قبلك بالزحام وكذا. فيعني أنا بس يعني أمزح معك يعني. فهنا يا أبنائي، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، الآية وإن كان لها سبب نزول لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذلك جاء في الحديث عن حضرة سيدنا النبي ثلاث يبدين أن يظهرن لك ود أخيك، منها أن تفسح له في المجلس، لما تجد طالما في فسحة، سع أخي، فالضيق ليس في المكان وإنما الضيق في الصدر. يا أرض الله واسعة، الضيق ليس في المكان ولكن في الصدور. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعه منكم حسن الخلق، هكذا علمنا حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. في المجلس، خلي بال حضراتكم، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، دي قراءة، وفي قراءة أيضا بالإفراد، إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا. في المجلس توسعوا فيه، في المجالس، ولذلك يقول في المجالس عاصم ونافع. ولذلك لما تتأمل الآية يا أخي في المصحف عندك تجد أن الآية كتبت المجلس ووضع فوق بين الجيم واللام ألف خنجرية، ألف زي ملك، قرئ كتبت ملك ووضعت الألف الخنجرية بين الميم واللام حتى تقرأ مالك. ولذلك تعلموا يا حضرات،
إياك أن ترجح قراءة على قراءة، خصوصا السبعية، القراءات المتواترة يعني التي جاءت من السبعة أو عن السبعة، لا ترجح قراءة على قراءة. ليه؟ لأنها قراءة متواترة جاءت عن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثابتة، وتوفر فيها الشروط الثلاثة: صحة السند، وموافقتها للغة العربية، وموافقتها للرسم العثماني. ولو خلاص كده يبقى متواترة. إذا لا ترجح قراءة على قراءة سبعية، بل هما فرس رهان. لا تستطيع أن تقول هذه القراءة سبقت تلك أو هذه أفضل من تلك، لا. وإنما إن أردت أن تبين، بين أوجه البلاغة في هذه القراءة وأوجه البلاغة في هذه القراءة، لكن لا تقول هذه أرجح أو هذه أفضل، لا. فالكل كلام الله. فهنا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، إن جمعتها، فمجالس العلم، مجالس الجهاد، مجالس الخير، مجالس البر، مجالس العرس، أي مجلس فيه خير وبر وبركة، مجالس البركة كثيرة جدا. طيب، وإن قلتها بالإفراد، هتكون الألف واللام للجنس، تشمل جنس المجالس. فانظر، كل كلمة أعطت معنى. فالمراد مجلس حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مجلس رسول الله، وكانوا يتضامون، يعني يجلسون متضامين بجوار بعضهم البعض، في انضمام، يعني تلاصق، تلاصق. لماذا؟ تنافسا على القرب من حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جاءه ناس من أهل بدر، جاءهم ناس يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقفوا طويلا، وقفوا خلف المجلس طويلا، والنبي حيي لا يريد أن يأمر بإجلاس فلان أو قيام فلان، لأنه إذا جلس الإنسان في مجلسه لا يصح، ليس من الأدب أن أقوم أو أن أقيمك من مجلسك وأن أجلس مكانك، ليس من الأدب، ليس من الإسلام في شيء. لكن المهم أن نسع بعضنا البعض. فهنا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا. يعني إيه توسعوا؟ فلما يكون في صف واحد وحلقة ضيقة، ممكن نوسعها إزاي؟ بالرجوع إلى الخلف، تقوم الحلقة توسع، تتسع، 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 تتسع. لكن إذا كانت الصفوف متضامة، خلاص نجلس ويأتي من بعدنا في الخلف، وهكذا. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. انظر إلى الجزاء، فالجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فافسحوا، يعني فوسعوا. إيه الجزاء؟ يفسح الله لكم في صدوركم، يفسح الله في أرزاقكم، يفسح الله في علمكم، يفسح الله في قبوركم، يفسح الله في صدوركم. كما قلنا، الضيق ليس في المكان، وإنما الضيق في الصدر. ولذلك رب العالمين يقول: ألم نشرح لك صدرك. يعني إيه ألم نوسع لك صدرك؟ كان صدر النبي صلى الله عليه وسلم يسع الخلق جميعا، يسع الخلق إيه جميعا، بدليل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إذن سيدنا النبي ربنا من عليه بشرح الصدر أكثر من مرة: ألم نشرح. الجملة الفعلية تدل على إيه يا حضرات؟ الله يكرمك يا ولدي، على التجدد والاستمرار. والجملة الإسمية تدل على الثبوت والدوام. أحييكم، الجملة الفعلية تدل على التجدد والاستمرار، استمرار. ألم نشرح، شرح صدره مرة ومرة 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 ومرة. شرح صدره صلى الله عليه وسلم وهو في بادية حليمة السعدية بني سعد، وأنت عارفين. وشرح صدره مرة ومرة، وإلى أن شرح صدره ليلة الإسراء والمعراج. لماذا؟ كي
يتهيأ حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لرؤية آيات الله عز وجل. فهنا فافسحوا يفسح الله لكم، يفسح الله لكم مطلق في كل ما ينبغي الناس، كل ما ينبغي يعني كل ما يطلبه الناس وينبغي الفسحة فيه، في المكان والرزق في المكان. ولذلك وانت بتتوضى تقول اللهم اغفر لي ذنوبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، هتقول لي يا سيدي انت بتبتدع هتجيب لي بدعة؟ هو يا ابني والدعاء في اي حال في اي مكان حرام يا ابني ولا ها؟ هو الدعاء يا ابني وقال ربكم ادعوني استجب لكم. لما تقرأ يا ابني وتقول اللهم اغفر لي ذنوبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، هو الدعاء حرام يا ابني؟ هو الدعاء هات لي دليل كده على ان دعاء حرام يا ابني؟ ده ربنا قال وخلق ربكم ادعوني استجب لكم. كان رسول الله يذكر ربه على كل حال، على كل حال. فانت لما تدعي ربك يا ابني وانت بتتوضى وانت بتصلي وانت كده، الصلاه ما هي ذكر وضوء ذكر عبادات إيه؟ الله، حتى وانت بتجاهد لابد من الذكر. اذا هنا فافسحوا يفسح الله، يفسح الله، شوف يفسح الله لكم، تجدد واستمرار. يفسح من؟ يفسح الله الخالق، قل اللهم مالك الملك يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، تأمل القراءة دي، انشزوا فانشزوا، وفي قراءة وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يبقى بالضم والكسر القراءتان في الكلمتين بالضم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، وقراءة تانية وإذا قيل انشزوا فانشزوا. فنافع وابن عامر وعاصم بالضم فيهما، بالضم فيهما، وإذا قيل انشزوا عاصم ونافع وابن عامر كلهم القراء السبعة هم. طيب والأربعة التانيين كسروا وكسر الباقون، ليه؟ لأنهما لغتان. طيب معناها إيه يا أستاذ؟ وإذا قيل انشزوا فانشزوا، النشوز هنا بمعنى النهوض إلى الصلاة، النهوض إلى الجهاد، إلى عمل الخير. لما تجد إنسان يدعوك إلى عمل الخير انشزوا. أنتوا عارفين معنى النشوز إيه يا حضرات؟ معنى النشوز الترفع، الارتفاع، معنى النشوز الارتفاع والترفع. والنشوز ذكر في آية في سورة النساء مرتين، ذكر في حق الزوجة وحق الزوج، ممكن؟ آه. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. بدأ بالصعب على الرجل والسهل على المرأة، الوعظ والهجر والضرب. طيب والرجل إذا كانت النشوز من ناحية الرجل، آه، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، إلى آخر الآيات. إذا معنى النشوز إيه؟ الارتفاع، النهوض. المرأة تترفع على زوجها، أو أن الرجل يقول أنت كبرتي، أنت ضعفتي، أنت كذا، أريد كذا، فهنا المرأة تتنازل وتقول لا بأس، كما فعلت السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها، ووهبت ليلتها للسيدة عائشة وقالت اجعلني في عصمتك، تريد أن تنال شرف اسم أمهات المؤمنين، وتنازلت أدي. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، وهكذا يا حضرات. إذن معنى النشوز يعني النهوض، الارتفاع. إذن هذا التهريج ترابيزة ناشزة لأنها مرتفعة عن سطح الأرض، المطب الصناعي ناشز عشان تأتي عنده وتهدي بالسيارة أو تهدي المركبة حتى لا تحدث حادثة. دي اسمه إيه نشوز؟ ده ارتفاع، نهوض، هكذا. وإذا قيل انشزوا، وإذا خلاص انتهينا، وإذا قيل يعني يا خيل الله اركبي، حي على الصلاة، المؤذن يقول لك حي على الصلاة، حي على العلم، حي كذا. وإذا قيل انشزوا فانشزوا،
بكده عرفتم يا حضرات القراءات فيها والمعنى ومعنى النشوز هنا. فهنا انهضوا للتوسعة على المقبلين، أو انهضوا عن مجالس أو مجلس رسول الله، أو انهضوا إلى الصلاة أو الجهاد أو عمل الخير. أدي معنى انشوزوا. فانشوزوا بالضم فيهما مين؟ مدني وشامي. مدني مين؟ اللي هو نافع المدني يا ولدي. أمال شامي مين؟ ها؟ 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 يبقى أنا قلت لك يا ولدي كسر الباقون، لكن نافع وابن عامر وعاصم بالضم. عشان كده من أجل هذا قال بالضم فيهما مدني وشامي وعاصم بالضم، أما الباقون بالكسر. يرفع الله الذين آمنوا، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يرفع الله الذين آمنوا، يرفع الله الذين آمنوا في الثواب في الآخرة، كرامة في الدنيا. يرفع الله، المراد بالرفع هنا الكرامة في الدنيا والثواب في الآخرة. إيه الدليل؟ اقرأ ورقة كما كنت تقرأ وترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذن ده رفع. اقرأ ورقة، اقرأ ورتل ورقة، قرأ القرآن يا ولدي. إذن يرفع الله الذين آمنوا منكم، هذه الآية الحقيقة. طبعا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، مناسبة الآية هذه لما بيّن أن اليهود يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يحيه به الله وذمهم على ذلك، وصل به الأمر بتحسين الأدب في مجالس حضرة سيدنا النبي حتى لا يضيق عليه المجلس، وأمر المسلمين بما يكون سبباً في الزيادة والمحبة والتآلف حتى يتمكنوا من الاستمتاع والنظر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. يبقى إذن الآية هنا فيها تأديب للمؤمنين وعدم التشبه باليهود الذين كانوا يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم. طبعا المناسبة ليست موجودة عندك، لكن أنا ذكرتها موجودة في كتب التفسير. يا أيها الذين آمنوا، والآية بعد ذلك تبين فضيلة العلم. فضيلة العلم، يبقى في فضل العلم شيء وفضل الإيمان شيء. الآية هنا جمعت الإيمان والعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين، تأمل يا بني، لم يقل يرفع الله الذين آمنوا وأوتوا العلم، لم يقل يرفع الله الذين آمنوا وأوتوا العلم، وإنما كرر الاسم الموصول. كرر إيه يا أبنائي؟ كرر هنا الاسم الموصول. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كأن هذا إيه؟ تقرير يا ولدي، تقرير. احنا قلنا خلي بالك من الاسم الموصول ليه؟ لأن الاسم الموصول يتطلب صلة الموصول. الاسم الموصول بيحتاج إيه؟ يحتاج لصلة الموصول، والجملة التي بعده هي صلة الموصول. فخلي بالك من الحتة دي جميلة جدا. يرفع الله الذين آمنوا منكم، لم يقل وأوتوا العلم. ليه؟ لإفراد هذه بالذكر وهذه بالذكر. خدها من آية النساء، شوفوا آية النساء بتقول إيه، بس ليس فيها. يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان. ممتاز يا ولد، ذكرني يا ولد. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما ترك الوالدان والأقربون. لم يقل للرجال وللنساء نصيب، وإنما أفرد الرجال بالذكر والنساء بالذكر، وذلك حتى لا يهضم أحد حق المرأة في الميراث.
وذلك حتى لا يهضم ويجور ويأكل حق المرأة في الميراث. فقال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الآية هناك معروفة على إيدك الشمال في الصفحة الثانية على طول فوق، فوق على طول في المصحف المعروف. فهنا أفرد الرجال والنساء بالذكر، فهنا يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وذلك لفضيلة العلم حقيقة، لأهمية العلم، لكرامة العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، العاملين منهم خاصة. يبقى يرفع الله الذين آمنوا منكم بامتثال أوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، والذين أوتوا العلم أي والعاملين منهم خاصة درجات، درجات. وأنت في إيمانك وأنت في علمك كن مخلصا، مرة ثانية، وأنت في إيمانك وأنت في علمك كن مخلصا. لا تتعلم العلم للشهرة، ولا تتعلم العلم لتجاري وتماري به العلماء وتجاري به السفهاء، لا، ولكن تعلم العلم لأن تنتفع وأن تنفع. تعلم العلم لأن تزداد قربة من الله عز وجل. فالعلم كل ما تزداد علم، كل ما تزداد معرفة بالله، كل ما تزداد قرب من الله، كل ما تزداد رفع عند الله سبحانه وتعالى، كل ما تزداد درجة عند الله. أحد كبار السن في المعرفة والعلم لا يزال يقرأ، يقولون: يا إمام أو يا فلان تقرأ وقد وصلت من العمر كذا. قال: أستحي من الله أن أقابله ولا أعرف مسألة كذا وكذا. إذن من أجل ذلك ختمت الآية بقوله تعالى: والله بما تعملون خبير. وعندك حديث الصحيح: لا أول من تسعر بهم النار، القارئ والعالم والمجاهد أول من تسعر بهم النار. العالم: تعالى ماذا عملت؟ تعلمت فيك العلم وعلمت. لا، أنت تعلمت وعلمت حتى يقال عالم، وقد قيل، فيؤمر به ويسحب على وجهه في النار. أنت أيها القارئ قرأت فيك وعلمت، قرأت ليقال قارئ. أنت أيها المجاهد جاهدت ليقال عنك أنك مجاهد وأنك شجاع. أنت أيها المتصدق تصدقت ليقال عنك أنك جواد، وقد قيل. إذن هذه الأعمال وغيرها لا بد فيها من الإخلاص، كما قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص سر قبول الأعمال. نسأل الله الإخلاص في السر والعلن، والإخلاص في القول والعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول والتقوى والصدق في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول والصدق والإخلاص في القول والعمل. آمين يا رب العالمين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. طبعا المفسر ذكر كلمات جميلة: وفي الدرجات قولان، أحدها في الدنيا المرتبة والشرف. نعم، المرتبة والشرف في الدنيا، والآخر في الآخرة، يعني المرتبة الأخرى في الآخرة. فيوزن مداد العلماء بدم الشهداء، والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن ابن مسعود يقول، كان إذا قرأ هذه الآية: يا أيها الناس افهموا هذه الآية ولترغبنكم. انظر إلى اللام هنا، لام الأمر دخلت على الفعل المضارع زي لينفق ذو سعة من سعته. اللام هنا لام الأمر، فهنا ولترغبنكم، اللام هنا لام الأمر يا أبنائي، دخلت على الفعل المضارع. ولترغبنكم في العلم
الآية دي ترغبنا في العلم. لا يستحي الإنسان أن يطلب العلم على 60 سنة. طب هو القرآن نزل على الصحابة وعلى حضرة سيدنا النبي. الصحابة كانوا متفوتين، منهم الشاب ومنهم الطفل ومنهم الشيخ الكبير ومنهم كذا ومنهم كذا. إذن كانوا متفوتين في السن وكانوا متفوتين في الحفظ. إذن عن النبي فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر. حقيقة عبادة العالم يوما واحدا تعدل عبادة العابد. نعم، ليه؟ عالم واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. ليه؟ لأن العالم يعبد الله على علم وليس على جهل أو على حرف. أما العابد ممكن يعبده على جهل. انظر الذي عبد الله ثم جاءه الشيطان بعد أن عصى الله وقال الذي ينجيك أن تعلق شيئا في رقبتك واقرأها في خواتيم سورة الحشر، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان فلما كفر قال إني بريء منك. واخدين بالكم يا حضرات؟ اقرأ وشوف سبب النزول هناك إيه يا ابني، وهتجي لنا إن شاء الله، هتجي لنا، سوف تأتي بإذن الله. إذن الآية، والشيخ أبو البركات ذكر لكم آيات عن ذكر أحاديث وذكر كلمات عن الصحابة والتابعين ترغبنا في العلم، فلنحرص على ذلك، فلنحرص على ذلك. ثم تأتي الآية التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، يعني إذا ساررتم الرسول. الله، ليه؟ لأنهم تأدبوا بأدب سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. ولذلك كان سيدنا أبو بكر الصديق كان إذا تكلم مع حضرة سيدنا النبي يتكلم كأخي السرار، كأخي السرار الذي يقول سراً، الذي يقول إيه سراً. فهنا يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، يعني ساررتم الرسول، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ثم نسخت ولم يعمل بها أحد. إذن يجوز النسخ قبل التمكين؟ نعم، وتقرأه في باب النسخ. إيه اللي نسخها؟ أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم. التوبة دي نسخ، كما تقرأها في الأنفال: الآن خفف الله عنكم. يعني إيه خفف؟ يعني تاب. لماذا؟ لأن المؤمن قبل أن يكثر العدد في الجهاد كان مأمورا أن يقف أمام 10، كان مأمورا أن يقف أمام 10. فبعد أن دخل الناس في دين الله أفواجا وكثر عدد المسلمين، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. إياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. ده نسخ، هذا نسخ، وهنا نسخ أيضا. فين النسخ؟ أهو: فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم. فهات وتاب الله عليكم، وهاتها في الأنفال: الآن خفف الله عنكم. ده نسخ، هذا نسخ. يجوز النسخ قبل التمكين؟ يجوز النسخ قبل التمكين. وبعض العلماء وبعض الروايات تقول أن سيدنا علي هو الذي عامل بهذه الآية. إذن يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول سررتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. لماذا نزلت هذه الآية؟ نزلت هذه الآية الحقيقة لبيان قيمة حضرة سيدنا النبي ومقام حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم الإكثار والإلحاح عليه في السؤال، وإيه كمان؟ وكي ينتفع الفقراء بالصدقات. لما يقدم الناس الصدقة، من الذي ينتفع بالصدقة؟ الفقراء. ما ينتفع بالصدقة آل البيت؟ لا، آل البيت لا يأخذون الصدقات، لأن الصدقات أوسخ الناس. آل البيت لا يأخذون الصدقات، إنما ينتفع بالصدقات الفقراء. واخدين بال حضراتكم يا أبنائي؟ إذن هنا بيان مقام وجناب حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. 2،
انتفاع الفقراء بالصدقات، ثلاثة عدم الإلحاح والسؤال للنبي على بكثرة عمال بدون حاجة. لا، فهنا يريدون، تريد الآية أن تبين وتؤدب الناس، يعني أن يكون السؤال لحاجة. يا أيها الذين آمنوا، إذن الحكم من هذا الأمر تعظيم مقام حضرة سيدنا النبي، انتفاع الفقراء، والنهي عن الإفراط في السؤال، والتمييز بين المخلص والمنافق. المخلص هيقدم النفقة، أما المنافق ما هيقدم النفقة. جبت الحكم دي منين؟ كتاب عظيم اسمه حاشية الصوي على الجلالين. كتاب ده أنا قرأت فيه وانتفعت فيه بنصيحة مشايخي بالقراءة فيه، حاشية الصاوي على الجلالين. مش حاشية الجمل يا أستاذ، لا، حاشية الصاوي. اشتريت وأنا طالب زيكو كده، والله يا أبنائي اشتريت وأنا طالب زيكو في ثمانينات القرن الماضي من مكتبة طبعة المصطفى الحلبي، ده مصطفى الحلبي، مجلدين واحد واثنين في مجلد وثلاثة واربعة في مجلد. تقرأ في الكتاب ده، الشيخ الصاوي له فتوحات وله روحانيات حقيقة جميلة جدا 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 تنتفع بيها حقيقة. شوف أنا بجيب لك مين؟ من حاشية الصاوي، وبجيب لك من القرطبي، وبجيب لك من الألوسي، مش بكتفي بس بالكلام ده. ليه؟ عشان نبين، أنا أنتفع وأنت تنتفع. لما أقول لك يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول وامشي، لا، طب ما فين الحكمة؟ طب معنى نجيتم إيه؟ ومعنى سررتم إيه؟ هكذا، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير. ذلك، انظر إلى اسم الإشارة إلى البعيد يا ابني، الله، ذلك لم يقل هذا خير لكم، مع أن العرب يضعون هذا مكان ذلك وذلك مكان هذا، لكن لماذا القرآن عبر بذلك؟ يقول ذلك خير لكم، لأن الصدقة دي هترفعك عند الله، هترفعك عند الله، تعليك عند، تعلي مقامك عند الله، تبين إيمانك الصادق عند الله، تكثر العطاء للفقراء وهكذا. ذلك، لما تقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب، هذا الكتاب بعيد عن أن تناله أيدي التحريف والتبديل، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فهنا ذلك خير، خير نكرة، خير ما بعده خير، خير لكم في دينكم في دنياكم، خير ما بعده خير. لم يقل ذلك الخير، ذلك خير لكم وأطهر، أطهر لقلوبكم، أطهر لأموالكم، أطهر لنفوسكم، أطهر لذنوبكم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أطهر، طهر للمال من الحرق والسرق والتلف، وأطهر، انظر، خير لكم، خير لكم وأطهر. ليه؟ لأن الصدقة طهر، أطهر لقلوبكم، لقلوبكم من المعاصي، أطهر لأموالكم من التلف والحرق. فإن لم تجدوا، أنت ليس وتحتاج، فإن لم تجدوا، فإن لم يقل فإذا، ليه؟ نادر الوقوع، نادر الوقوع. فإن لم تجدوا، فإن لم تجدوا، فإن الله غفور رحيم، يغفر لكم ذنوبكم، يرحمكم حيث لم يكلفكم ما لا تطيقون. انظر إلى عجز الآية يا ابني، لم يقل فإن الله سميع عليم، لم يقل فإن الله عزيز حكيم، وإنما قال فإن الله غفور رحيم، غفر لكم الذنوب، رحمكم حيث لم يكلفكم ما لا تطيقون، ما ليس في وسعكم. فإن الله، لم يقل فإن الخالق، خلاص تأمل، ساعة أن ترى لفظ الجلالة لتربية المهابة، خلاص، فإن الله غفور رحيم، لأن هذا اللفظ الجليل يندرج تحته جميع أسماء الله الحسنى. أأشفقتم، استفهام تقريري يا ولدي،
استفهام معناه التقرير. أبخلتم بالصدقة خفتم، يبقى أشفقتم يعني أبخلتم، أخفتم الفقر، أخفتم لا أشفقتم. طبعا توجد رواية ضعيفة جدا وغير صحيحة وغير منسوبة إلى سيدنا علي، اللي هي إيه؟ في ترخيص المناجاة قيل كان ذلك 10 ليالي ثم نسخ، وقيل ما كان إلا ساعة من نهار ثم نسخ، قيل كلها أقوال. وساعة أن ترى كلمة قيل اعرف أنه قول ضعيف يا ولدي، ساعة أن ترى قيل 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 ها اعرف ان ده يبقى قول ضعيف على طول، قول ضعيف. هذه آية من كتاب الله، ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. طبعا في سند هذه الرواية شك. ليه؟ لماذا يا حضرات؟ كثير مما نسب إلى سيدنا علي وإلى سيدنا عبد الله بن عباس الكثير والكثير، لأنهم يريدون التقرب والتملق إلى الدولة العباسية، أيام الدولة العباسية، فكثير من ذلك وضع على سيدنا علي ووضع على عن سيدنا ابن عباس، ففي ذلك حرج وخلي بالكم. فهنا يقول سألت رسول الله 10 مسائل فأجابني عنها، قلت يا رسول الله ما الوفاء؟ قال التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. قلت ما الفساد؟ قال الكفر والشرك بالله. قلت وما الحق؟ قال الإسلام والقرآن والولاية. طالما ذكر الولاية هنا يبقى أعرف إن ده عن الروافض، عن الشيعة يا ولدي. أكمل الكلام والحديث عن في اللقاء القادم إن شاء الله، لكن الرواية ضعيفة تشم منها رائحة الضعف. لماذا؟ لأن هذه يعني أمارات الوضع ظاهرة لكلمة الولاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.